عايز اقوله ان زياره النادي الاهلي رمز الرياضه واكبر من اكبر قطب الرياضه في مصر، دي حاجه تشرفنا وحاجه تفرحنا وتفرح الشارع الرياضي كله وجماهير والجماهير الرياضيه كلها بصفه عامه وجمهور النادي الاهلي بصفه خاصه. اللجنه الاولمبيه المصريه جاهزه دايما عشان تؤدي دورها ولا تتدخل في اي امور خارج عن صلاحياتها او الدور المناط لها في القانون وفي الميثاق الاولمبي وفي المعايير الدوليه وفي الدستور المصري، واحنا موجودين لخدمه الانديه والاتحادات والهيئات الرياضيه كافه. احنا بمجرد ما وصلنا مشروع لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي من 3 4 ايام، المستشارين عندنا والمختصين عندنا قعدوا عليها درسوها دراسه جيده، وعملنا دراسة مقارنة بتقرير مقارن ما بين البنود المقترحة من النادي الأهلي زائد البنود اللي احنا شايفينها هي اللي لازم تبقى الشكل بتاعها ايه بالأسباب بتاعتها، الأسباب الموضوعية. وده كله ده بيرجع، احنا دايما بنراجع الحاجات دي طبقا لأربع معايير. المعيار الأول اللي هو القانون العام وقانون الرياضة والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية واللائحة المالية لوزارة الشباب والرياضة اللي هي بتحكم المواضيع دي كلها، وبنقول رأينا احنا في المواضيع دي ونتشاور ومخابة من استشار. فان شاء الله احنا قلنا رأينا، هنبعت الرأي بتاعنا ده ان شاء الله يوم السبت بحد اقصى، ما كانش النهاردة نهاية اليوم، ويوم الحد نجتمع لنا الشرف ان احنا نروح للنادي الاهلي ونجتمع مع النادي الاهلي ومع في وجود الكابتن محمود الخطيب ونقعد ونتدارس اللي احنا قلناه واللي احنا بعتناه لهم قبلها بيوم، يكون هم برضو اطلعوا عليه، والمستشارين الاجلاء اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي هم مناط بيهم الموضوع ده اكيد هيقولوا لهم راي وقد يكون الراي بتاعهم اصوب من الراي بتاعنا، ونقعد نتفق على كل حاجه ونعتمد الجمعيه المشروع بتاع اللائحه على يوم الاثنين او الثلاث، ويبقى جاهز للدعوه للجمعيه العموميه وهو جاهز لكل حاجه موجوده. واحنا في الجمعيه العموميه ان شاء الله هم طلبوا مننا يبقى عندنا المراقب من اللجنه الاولمبيه، وده شرف لنا، وان احنا نوفر ثلاث او اربع مستشارين عشان يبقوا تحت اشراف هيئه قضائيه محترمه ان شاء الله. احنا طبعا هنقترح منهم المستشارين وناخد بيهم موافقه هيئتهم القضائيه او وزاره العدل طبقا للنظم المتبعه في الهيئات القضائيه واللي في وزاره العدل، عشان يبقى كل حاجه قانونيه ولا يطعن عليها، وكل حاجه تبقى معموله كل واحد له اختصاصه يقوم به، ولا تدخل في الاختصاصات ولا تدخل في اي حاجه. وده الهدف بتاعنا، ان كلنا بنشتغل لهدف واحد اللي هي مصلحه البلد دي. وطبعا من اللي على قمه الرياضه في البلد دي هو النوادي الجماهيريه الكبيره على قمتهم النادي الاهلي. ده رأي المهندس هشام حسن.